مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي تقترحه عليكم قناة المعرفة. يحضر معنا اليوم مشاهدينا البروفيسور رشيد بن العمري، أستاذ مختص في الذكاء الاصطناعي ابن مدينة العلم والعلماء، مشاهدينا متخرج من جامعة قسنطينة، هو اليوم حاضر معنا. أهلا بك سيدي. شكرا، وأود أن أشكركم على هذه الدعوة وإعطاء الفرصة لتبادل الآراء ونقدم إضافة للجامعة الجزائرية والاقتصاد المعرفي إن شاء الله. شكرا لقبول دعوتنا. حديثنا اليوم أستاذ أو حديث الساعة، الكل يتكلم عن اقتصاد مبني على المعرفة، اقتصاد حقيقي تعول عليه كل الدول عبر العالم. نعم، كل الدول الحين من استراتيجها أن تجعل من الاقتصاد المعرفة أول الأولويات لتطوير الاقتصاد وإضافة ثروة إضافية. ولماذا هذه الاستراتيجية موجودة في كل الدول؟ لأنه أصل اقتصاد، أصل اقتصاد من حيث أنه لا يتطلب إلى مواد الخام، مثال الاقتصاد اللي يبنى على الاويل والاويل اندستري، معناتها الطاقة او المايننج. فهو اقتصاد يحتاج الى المادة الخام، فيه هي المعرفة، والمعرفة الحين في متناول الجميع. المعرفة تلعب الجامعة دور كبير فيها لتطويرها وتوظيفها في الإطار في خدمة الاقتصادية، للتنمية الاقتصادية. المعرفة موجودة على الإنترنت، المعرفة موجودة في متناول كل الشباب، وكل الشباب الجزائري متواجد في الجامعات لكي يطور من المعارف تاعه، الكفاءات والمهارات. وكيف يتم اقتصاد المعرفة؟ هو أن نأخذ هذه المعارف ونطورها نطورها الى برودكت وسيرفيسز، خدمات اللي يمكن تسويقها في ال جلوبالي، معناتها بصفه العالميه، في السوق العالمي عن طريق التسويق الالكتروني بالانترنت. هي خدمات نقدر نقدمها للشركات الوطنيه والصناعه الوطنيه وحتى المجتمع المدني وفي مجال الصحه، لتطوير الميكانيزمات والبروسيسز اللي يستعملوهم الحين في الخدمات هذه، لاعطاء مردوديه اكبر للاقتصاد الوطني، لوجود اسواق جديده للمنتوجات والصناعه الجزائريه عن طريق فتح الأبواب على الأسواق العالمية عن طريق الديجيتال ماركتينج والإي كوميرس، لتطوير اختراعات وابتكارات وإنوفيشنز جديدة، إبداع جديد يمكن أيضا تسويقه عالميا. فالحين الدول المتقدمة تعتمد على هذا ما نسميه النيو كرييتيف اندستريز، اللي هي الصناعه المبتكره. نعم، والصناعه وأكيد المبتكره تجيب في مجالات عديده. نعم، واكيد انه هذه الصناعات المبتكره اساسها يعني هي اقتصاد مبني على المعرفه، واكيد المعرفه مصدرها هو الجامعه. استاذ، نتحدث عن دور الجامعه في بناء مجتمع معرفي. للجامعة الدور الأساسي، لأن هي المحرك الرئيسي وتلعب الدور الفعال لتطوير والتنمية الاقتصادية. ولكن الجامعة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور لوحدها، لازم تقوم به داخل بيئة اقتصادية، إيكو سيستم، ليشمل كل الشركاء الاقتصاديين والصناعيين الاقتصاديين، المجتمع المدني، الإدارات، وأيضا خاصة المكون الأساسي والشريك الأساسي هي المؤسسات المصرفية. المؤسسات المصرفية لأن هي اللي تسهل كيف نمون المشاريع الايدياس انتو ترانسفورم انتو اندستري برودكت، ثم نعمل نطورهم ونسوقهم. فكل هذه المكونات هي لازم تشتغل مع بعضها البعض، وتتراكم الجهود وتوحد الجهود
في إطار تطوير الكفاءات الجامعة. الجامعة عندها ثلاث مهام رئيسية. المهمة الأولى هي تخريج الإطارات وتخرج الإطارات وتعطيهم شهادة علمية. ولكن إعطاء الطالب شهادة علمية لا يكفي لوحده، فيجب الطالب لما في عملية الـ Education System، العالمية العملية التربوية اللي تقدمها الجامعة، هي أنها ما تعطيش إلا المعرفة، ولكن تعطي أيضا تكون المهارات والكفاءات، لأن المهارات والكفاءات أصبحت لها أهمية تساوي أهمية المعرفة. لو الطالب متشبع بالمعرفة ولكن ما يعرفش كيف مثال يقدر يبدع ويجيب أفكار جديدة، وما يقدرش يقدر يتصل مع الناس باش يشرحها بطريقة بسيطة، ما يقدرش يتواصل مع الشركات أو مع المستثمرين باش يقدروا يعاونوه في هذا، يستثمروا معاه باش يقدر يحول هذه الفكرة إلى 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 منتوج اللي يقدر يسوقه مهما كان المنتوج. لو ما يقدرش يوصل إلى المؤسسة الاقتصادية باش يشرح لهم باللي أن الابتكار تاعه أو العمل تاعه اللي قام به عن طريق البحث هو يقدر يسهل لهم العملية ويحصلهم من مردودية الـ 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 الشركة والإنتاج وربح سوق كبير والتقليص من التكلفة في الإنتاج إلى آخره. لو ما عندوش هذه المهارات نسميها soft skills، فالطالب الفكرة تبقى موجودة في الجامعة عند الطالب ولا تتعدى حدود الجامعة. حدود الجامعة، نعم. هنا ربما أستاذ نتحدث عن ضرورة المرافقة، مرافقة الطالب وكذلك الشاب عبر ربما مقررات دراسية. نتحدث عن الكفاءات والمؤهلات البشرية التي تسخر بها الجزائر عامة والجامعة الجزائرية خاصة أستاذ. نعم، الجامعة الجزائرية لها مخزون كبير من الشباب، شباب متعطش للعلم، متعطش لإنشاء شركات جديدة، متعطش للإبداع، متعطش للابتكار. ولكن العمل لازم يكون عمل مؤسسي بتنظيم محكم. الجامعة مثال، لازم باش تقدر توصل هذا الطالب لأنه يحقق الأمنيات تاعه والأفكار هذه، لازم يرافقوا برامج دراسية أكاديمية حديثة. فلازم الجامعة تستمع إلى متطلبات السوق، لازم تفهم كل ما هي المهارات وما هي تحديات سوق العمل، وتحاول أنها تأخذ كل هذه المعلومات الانبوت هذه ولتحديث البرامج الدراسية. وكيف يتم هذا؟ لازم نضع ميكانيزمات نقوم بهذه العملية. الميكانيزمات هي في كل برنامج أكاديمي لازم تكون من وراه لجنة استشارية اقتصادية، أن الكلية اللي عندها ذيك البرامج مثال في الميكاترونيكس ولا في تخصصات بروسيس أوتوميشن والروبوتكس أو تخصصات جديدة، لازم تكون تمشي وتشوف من هما الفاعلين الاقتصاديين في هذاك المجال، وتحاول أنها تأخذ بعض المسؤولين اللي هما اللي يمشيوا واللي يسيروا في هذه الشركات، وتعزم باش يكونوا أعضاء في اللجنة الاستشارية. وجودهم في اللجنة الاستشارية واجتماعهم المتواصل، وجودهم المتواصل مع الجامعة يفيد الجامعة، لأن يخلي عندك دائما فيدباك، معناتها عندك دائما تواصل وعندك دائما، لأن هم في الأخير هم اللي راح يكونوا الامبلويرز تاع الطالب، لأن ميدان الشغل راح يكون عندهم. فلو أنت تخرج تعمل في منتوج والمستهلك تاع المنتوج مش انت ما عملتش اتصال معاه وما تعرفش واش يحتاج في المنتوج تاعك، مش عارف واش غيكون، كان يمشي ولا لا. فالمستهلكين تاع المنتوج الجامعي هي الشركات، هي الصناعه، هي المجالات الحيويه لبناء الاقتصاد. فهذا التواصل مهم جدا لتصميم البرامج، اعاده تطوير البرامج، وتقييم البرامج، تقويمها، ثم انك
تكون عندك يعني تكون مطلع على ما يجري وما هي فرص التشغيل في الصناعة، حتى أنك التخطيط الجامعي لما تحط عدد المقاعد الجامعية في التخصصات تكون مناسبة وتكون تخدم هذا الميادين الشغل. نعم، هنا نتحدث أستاذ عن ضرورة توطيد العلاقة، تجسيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها السوسيو الاقتصادي، كذلك في شقها الثاني توطيد العلاقة بين الجامعة والمحيط الخارجي أستاذ، عبر ربما اتفاقيات دولية بين الجامعة الجزائرية وجامعات أجنبية أستاذ. نعم، هو البداية تكون مع القطاع الصناعي الاقتصادي والقطاعات الحيوية الأخرى للاقتصاد. فالبداية لازم تكون معهم بشراكتهم في تطوير ونسميه R&D Research and Development. R&D Research and Development هو مهم جدا لإعطاء الفرصة لتتواصل الجامعة مع الفاعلين الاقتصاديين و تمكين التحويل التكنولوجي الترانسفير اوف تكنولوجي، لان من مهام الجامعه هي خدمه المجتمع، وخدمه المجتمع هي كيفيه تطوير كيفيه تحويل التكنولوجيا من الجامعه الى الفاعلين الاقتصاديين. نعم. فهذه مهمه جدا، والتكنولوجيا احنا مش معزولين عن العالم في تطوير التكنولوجيا، حتى باش نكونوا عندنا قوة تنافسية عالمية لازم يكون عندنا علاقات مع الجامعات العالمية، مع مؤسسات البحث الموجودة في العالم المتميزة، مع شركاء اقتصاديين عالميين، فأولا نتعلم منهم، نطلع على ما آخر مستجدات التكنولوجيا، وأيضا حتى نعطيهم فكرة على الجزائر كبلد صالح للاستثمار، باش نقدروا هذه الشركات تقدر تجي عن طريق هذه العلاقة بالجامعة لما يجيوا إلى آخره، والعلاقة مع البيئة الاقتصادية الإيكو سيستم، لأن الجامعة احنا قلنا تصورت أن الجامعة ما تكونش لمفردها، يعني الجامعة داخل الجامعة دائما يكون هذاك المنسق مع في الاقتصاد، فنفتح هذا الباب حتى يعني نسوق الجزائر كدولة أيضا يجب على الشركات العالمية والجامعات العالمية ومؤسسات البحث العالمية باش تجي تستثمر في الجزائر. نعم، وأكيد ربما تسويق للجزائر وكل منتجاتها يكون كذلك ربما أستاذ عبر التظاهرات العلمية، يعني بإشراك كل الخبراء الجزائريين وحتى الدوليين لتقاسم أفكارهم، أليس كذلك أستاذ؟ أنا هنا أركز على الطلاب، الطلاب هم يعني هذا المخزون الكبير، هذه الطاقة اللي يمكن نفجرها في لإعطاء المزيد وإضافة للثروة الاقتصادية في الجزائر. فهذه مثل هذه التظاهرات تمكن من أولا أن نتبادل الخبرات، نقدم أفكار، لأنك مهم جدا أن ساعات الإنسان لما يشتغل وحده فيكون عنده input من الخارج، يعني another perspective، يعني تكون عندك another perspective من الناس عاشوا هذه التجربة ويساهموا في بناء الاقتصاد للأسف تاع الدول الأخرى، فأنك تستفاد من هذه الخبرة وتحاول تشوف كيف أننا نقدر يعني نعمل adaptation تاع السيستم، وكيف من خلال هذه الناس نشجع ونحفز الأساتذة الجامعيين، الطلبة الجامعيين، الشركاء الاقتصاديين لقيام بمشاريع ناجحة للتنمية الاقتصادية في الجزائر. ما هي ربما أبرز رسالة تريدون تقديمها اليوم عبر هذه المحاضرة لكل الشباب الجزائري أستاذ؟ الرسالة الأولى اللي نقدمها للشباب أن الدراسة في الجامعة، الدراسات تاعهم الجامعية غير كافية، الشباب اليوم هو شباب عالمي global citizens، بمعنى أن المعرفة تأتي مصادر المعرفة مش إلا المحاضرات اللي يشوفوها في داخل المدرج الجامعي، بل المعرفة موجودة عن طريق الإنترنت
وموجودة التجارب الناجحة اللي نجحت عن طريق العالم موجودة في different يعني عن طريق فيديوز عن طريق مقابلات عن طريق هذه الديجيتال ميديا المستعملة. فيجب على الطالب الجزائري أن يتفتح على كل هذا. ثم النقطة الأساسية الثانية هي soft skills، لأن الطالب الجزائري لازم يطور وتكون عنده ثقة في النفس لأنه يطور قدرته على التغيير. الطالب الجزائري لا يمكن غير يعتمد على الحكومة ولا التمويل تاع الحكومة، ولكن يحاول أنه يبدع. وأكيد لازم تكون في ميكانيزمات لتسهيل العملية هذه تاع الابتكار والإنوفيشن للطلبة، ولكن فيه مجالات كثيرة في الشراكة، مجالات كثيرة لتخلي الطالب أنه يقدر يخلق إضافة جديدة في الاقتصاد الوطني. soft skills هي أهم شيء، الريادة في الأعمال، leadership skills، innovation skills، فهذا كلهم مهمين لازم الطالب الجزائري يطورهم. ثم لما يطور هذا يكون عنده كل السلاح باش يقدر يلعب دوره في الاقتصاد المعرفي في الجزائر. شكرا لك بروفيسور رشيد بن عملي على كل هذه المعلومات القيمة، سعدت جدا بهذا الحوار الشيق والثري، وأكيد نحن والجزائر كذلك في أمس حاجة لمثل كفاءات جزائرية. كل التوفيق نتمناه لكم في مشواركم. شكرا سيدي. إذا مشاهدينا نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا الحوار واستفدتم الكثير معنا، نلتقي لاحقا، إلى اللقاء.